اعتظموا وعفوا محوا ذلك الظلم من قلوبهم. انساها خلاص. فاذا راى الظالم كي مسكين يوم، لان عادي يشفه الظالم، خاطش يقول هذاك غادي ربما يخلص يوم القيامه بسببي. وهناك درجه ارفع وهي شهود القدر. شهود القدر معناه كي انسان يتسبب لك في ظلم انت ما تتفكرش في ذاك الانسان. الا كان الانسان هذاك ظالم، اللي يرسله ماشي ظالم، شكون رسله؟ ربي. ربي على ارسل عليك ذاك الظالم. ولهذا كان بعض الصالحين ما يفكرش كاع في الظالم، دائما هو يتهم نفسه، يقول له كان جيت انا مليح وما عنديش ذنوب ما يسلطش ربي عليا هذا الظالم، يحصل في نفسه. وحنا نعرفوا كاين انسان مليح ونقي وتقي وزكي ورغم ذلك يظلم، لكن يحصل في نفسه. هذو سيادنا العارفون كانوا دائما حاطين نفسهم في قفص الاتهام ويقولوا ربي علاه قدر علينا هذا الظلم. احنا نشوفوا لوجه الله ما نشوفوش للظالم اللي يرسله ربي. خاص لو كان ربي اراد ان لا تظلم لا تظلم، اراد ان يكف عنك الظلم يكفه، لكن لماذا قدر هذا الظلم وارسل هذا الظالم؟ هذه خليهم يتساءلوا ويشهدون القدر.